رجل شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم، قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمانا بإذن الله في هذه الأمسية المباركة صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا أبو عبد السلام، وصاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا الدكتور كمال بوزيدي. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. شيخنا الشيخ مرحبا بك. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. شيخنا الدكتور كمال مرحبا بك. أبيكم أهلا. الله يبارك فيك. شاء الله بديك. تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن ينفذ قضاءه وقدره. يقدر الله سبحانه وتعالى وما يشاء الله يفعل. قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. صدق الله العظيم. يعلمنا الله سبحانه وتعالى ويعلم المؤمنين أن يأخذوا الحذر في المواقع الواجب والتي تواجههم عندما تواجههم أخطار الحرب وأخطار أخرى من قبيل الحرب تهدد وجود الإنسان على هذه الأرض. خذوا أو وخذوا حذركم، نصائح فيما يواجه الناس في أيامنا هذه. دكتور كمال. شكرا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، الله سبحانه وتعالى قد ذكر يعني كلمة الحذر يعني في عدة مواطن بمعنى في عمومها، أي هي وقاية، مفهوم يعني الطبي أو مفهوم الاجتماعي أو السياسي، هي الوقاية يعني قبل الوقوع، أي بمعنى الإنسان أنه يتهيأ قبل أن يقع عليه الفعل، يتهيأ له قبل وقوع ذلك الفعل عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى في غزوات كثيرة قال: وخذوا حذركم وخذوا أسلحتكم، ثم يقول: وخذوا حذركم، بمعنى مهما كان فالله معكم. نعم، ولكن خذوا الوسائل، خذوا الأسباب، توكلوا على الله. نعم، ولكن بالأسباب، بأخذ الأسباب خذوا حذركم. فلذلك يعني نجده سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه. منين؟ هذا من عقابه، من عذابه. إذن خذوا الوقاية مني يا عبادي حتى لا أغضب عليكم، حتى لا أخذكم إلى جهنم، حتى لا بمعنى أسخط عليكم في الدنيا والآخرة. فإذن اجعلوني معنى يعني نصب أعينكم، وخافوني يا عبادي قبل أن تقعوا يعني فيما لا أحب ولا أرضاه. فإذن خذوا حذركم مني. فوحنا نعرف أن الوباء من جنود الله، الأمراض هذه كلها من جنود الله سبحانه وتعالى. أولا حدثت في عهد السلف أمراض كثيرة، وحدث يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، معروف يعني في ذلك الزمان مات أبو عبيدة بن الجراح بذلك الطاعون، يعني عام الطاعون، وهذا الوباء العظيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الجميع أنه قال: إذا وقع وباء أو الطاعون في بلد فلا تخرجوا منه، وأما الذين هم خارجون عن هذا البلد، فالذين بمعنى ليسوا من أهل البلد فلا يدخلوه.
شوف الآن، شوف الآن لما شوف أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وخذوا حذركم، تطبيقات تطبيقات لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا يريد الإنسان ولا يحب أن يضره أحد، كما غيرك لا يحب أن تضره. فإذا أنت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ماشي إلا في هذا الوباء، في وباء كثيرة في أمراض معدية، يقول ولا يرد مصح على مريض ولا مريض على مصح. سبحان الله. بمعنى أن الإنسان الذي النبي صلى الله عليه وسلم منعه من إتيان المسجد من أجل الرائحة الكريهة، من أجل أكله البصل أو الثوم لأنه يؤذي غيره من المسلمين، وما أدراك إذا كان هذا المرض معديا ويعني وينتقل إلى غيره فلعلهم يموتون، إذا مات هو أدى بهم إلى الموت. إذن هذا من باب أولى، هذا الذي لا يدخل المسجد من باب أولى لأنه يضر بغيره. وإذا كان هذا الوباء لا نعلمه ولا نتحكم فيه كما حدث في قضية الطاغون، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر لما راجع ولم يدخل الشام قالوا يا أمير المؤمن أتفر من قضاء الله؟ قال نعم أفر من قضاء الله إلى قضاء الله، قضاء الله كتبه نعم وقدره أن يقع هذا الوباء، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به وهم بمعنى مرضى ولا يستطيعون بمعنى أن ولم يجدوا له بمعنى الدواء الشافي. فالإنسان هو بداخله لا يجوز أن يخرج حتى يؤذي غيره وينقله إليهم، كما الذي بخارجه لا يجوز أن يدخله حتى ينتقل إليه. فقال إحنا كذلك نفر منه، نخذ حذرنا وخذوا حذركم. فسيدنا عمر أخذ حذره قال نعم نهرب، نهرب من قضاء الله اللي هو باب الطاعون اللي كتب النار بن مثمر، ولكن كذلك نهرب من قضاء الله إلى قضاء الله، كذلك الله سبحانه وتعالى كتب لنا أن نفر من المرض ونفر من العدوى ونفر من هذا الذي يعني يأتينا منه الضرر، نفر منه. فإن أخذنا كل وسائل وأخذنا حذرنا، هذا شوفه هذا حذر سيدنا عمر أخذ حذره، فلو أخذنا حذرنا فوقع ما وقع فالله لا يحاسبنا لأن اتخذنا أسباب وأخذنا حذرنا، فما يقع لنا فهو من قضائه سبحانه وتعالى. فلذلك يجب علينا أن نأخذ بهذه الأسباب. فلا مثلا نفرض بمعنى إذا كان في الأماكن، أماكن هي مغلقة كما يقول الأطباء الآن، الأماكن المغلقة والتجمعات في أماكن مغلقة الذي ينتقل فيه هذا المرض يعني بسرعة، فإذا هذا التجمع لا يجوز فيه بمعنى الإنسان المريض يجتمع مع هؤلاء. وإذا كنا لا نعلم من هو مريض فينا فهو حامل له ولكن لا ندركه، صحيح لا نعلمه، فإذن في هذه الحالة يصبح بمعنى الوقاية خير من العلاج. سبحان الله. خذوا حذركم، خذوا حذركم، الوقاية خير من العلاج. ففي هذه الحالة فلا اجتماع حتى بمعنى لماذا يقول الناس بمعنى كثير. طيب هل يعني بعض الناس يمنعون حتى يعني الصلاة في المساجد إذا كان اضطروا إذا ذلك خص إذا انتشر الوباء انتشارا واسعا يعني. نحن نقول هل الصلاة يعني خاصة الجمعة المصليات لبرا هذوك، هل صلاة الجمعة هي من ضروريات ولا هي من الحاجيات ولا هي من التحسينيات؟ نحن الأداء الصلاة هي الضروري، أما الصلاة في وقتها ليست من الضروريات، لأن الإنسان صلاة في وقتها قد تؤخرها أحيانا وتجمعها مع العصر مثلا صلاة الظهر، وقد تجمع المغرب مع العشاء تؤخره، ليس من الضرورة أن تصلي في أول الوقت بالرغم أنه مطلوب شرعا أن تصلي في الوقت وهو أفضل، ولكن الضروري من النفس وهي الحياة. أنت معرض بالموت، معرض بالهلاك. فلذلك قال العلماء إذا كان الرجل يصلي وهو في قبلته البحر ورأى رجل يغرق فقالوا هل يترك الصلاة ويذهب لينقذ الغارق أو لا؟ قال وجب عليه ترك الصلاة. لماذا؟ لأن الوقت هذا محافظة على الوقت هو من مكملات الصلاة، يعني من حاجيات أو من تحسينيات الصلاة وليس من ضروريات، هو أداء الصلاة. أما الآخر فهو حياته إنقاذ حياة من ضروري لهي الحياة. فلذلك الضروري من النفس لهي الحياة، وجب أن تنقذ تلك النفس وتترك صلاتك لما تنجي، أو بما يجعل الله سبحانه على سبب يعني بيدك تكون سببا أنت لإنقاذ هذا الشخص هذا، ثم تعود فتصلي.
وهكذا فعل الصحابي الجليل رضي الله عنه لما يعني ربط دباته، ترك صلاة العصر، كان يصلي العصر، فلما رأى دباته بمعنى راحت مشات ترك صلاة العصر وراح يجري مر دبته، فأمسكها ثم ربطها ثم أعاد الصلاة. فيعني رفعوا شكوى ضد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أرأيت الرجل هذا، الرجل هذا كان يصلي ثم ترك صلاته من أجل دابة يعني مشت بعيدة عنه. فسأله ماذا، فقال يا رسول الله أن أصل إلى بيتي معافا وبمعنى وفي الطريق هي شاقة وأنا بمعنى في مأمن من أمري، خير لي من أن لا أصل إلى بيتي أصلا، أو ممكن بمعنى أن يشق علي ذلك الطريق. فقال بمعنى أحسنت، وفقه النبي عليه، هذا مقصد مقصد، لأن الحياة حياة بما هنا محافظة على الحياة، فلذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فلهذا احنا نقول أن الإنسان لما يكون الوباء أولا بماذا نرده؟ نرده بأخذ الأسباب. اثنين يعني نعطيك بمعنى أفعال الحمد لله، نعم لازم نعمل واحد بارك الله. أولا الدعاء، ندعو ربي سبحانه وتعالى كما كان يدعي النبي، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وفي دنيانا أمين. وفي آخرتنا أمين. ونسألك العافية في أبداننا أمين. وفي أهلينا أمين. فهمت، وفي بلادنا، ندعو نكثر زيد. كان لما تقع مشكلة أو يقع وباء، الله أعلم ماذا الإمام النووي يرويها ولا غير، قال كان لما كنا يعني نختم البخاري، كنا نختم صحيح البخاري ثم ندعو بعده إلا ورفع الله عنا ذلك الوباء أو ذلك الفتنة هذه أو فتنة وقعت في البلاد، ندعو. فإحنا ندعو كل الجزائريين على مستوى القطر أن يختموا القرآن، يجيبوا خاتمات قرآن يعني يومية ولا في كل ثلاث أيام، ويرفعوا أيديهم بعد قراءة القرآن مستجابة، عمل صالح، بكل عمل صالح بعده يكون دعاؤه مستجاب. إذن احنا نقرأ القرآن ونختم البخاري وندعو ربي باش يرفع علينا البلاء هذا يا رب. هذا يرفع علينا البلاء هذا إن شاء الله حتى نكون معافين، لأن احنا مسلمين وعندنا رب العالمين معنا، فالله هو بيدي هذا الوباء، بيدي هذا الوباء يرفعنا ولا يلحق بأحد ولا بمعنى يدخل في جسم أحد بإذنه تعالى، فهو قادر على كل شيء. فنرفض نقول يا ربي يا قادر يا الشافي يا الواقي، اللهم قينا من هذا من شر هذا الوباء، عافينا يا رب، عافينا من هذا الوباء يا رب العالمين. ولكن نقدموا، نتصدق على الفقراء وندعو، نديروا اعمال صالحه، نتصدق على الله ونقول يا ربي باش ربي يستجيب لنا الدعاء صحيح. ونستغفر كثر من الاستغفار، قال يا ربي يعني اغفر لنا يعني ما بدا منا وما ظهر منا وما رايت اننا مقصرين فيه يا مولانا، احنا ضعفاء، احنا عبادك، احنا مساكين يا ربي، نحن نخطئ ونصيب ولا ندري متى نصيب ولا ندري متى نخطئ، وأنت علام الغيوب وأنت القادر على كل شيء وأنت الغني، اللهم اغننا بعفوك يا ربي، داونا وشفينا وعافينا وبعد عنا هذه المصيبة اللي جاتنا، ابتلينا بها يا ربي أمين. ونحن مسلمون يا رب، ونحن عبادك يا رب، ونحن مؤمنين، نؤمن بك ونؤمن بقدرك، فاللهم ارفع عنا هذا الشر المنتظر هذا اللي هو جاء، ارفعوا دافعوا علينا يا ربي، وارفعوا علينا الى حيثما تشاء يا ارحم الراحمين. ودعاء القنوت شيخنا في هذه اللحظه، وهذا القنوت نعم نحن جايين لك يا شيخ احمد، يعني كانت بمعنى في المواسم، هذه المواسم مواسم كانت فتن، مواسم تاع هذه اسباب انه كثير من القنوت، ندير القنوت، كان هذا هو اللي كان القنوت يعني بمعنى المطلوب في الصلوات الخمس، كانوا بما احيانا لما يكون فتنة هكذا وتكون بمعنى الوباء ولا يكون امر عام، يعني خاصه يكون عام القنوت في الصلوات الخمس كانوا يعني يأتوا به، فإحنا هذا وقته ندعو ربي نقنط إلى الله يا ربي اغفرنا، ربي هو أرحم الراحمين، وإحنا ما نتكبروش على ربي، هذه مصيبة وصيبنا بها، فلذلك ندعو الله باش يرفع علينا هذه المصيبة، يرفع علينا هذا الهم أمين. هذا يرفع علينا هذا الوباء، وهو قادر على كل شيء، ونحن مؤمنين، وإن شاء الله ندعو الله تعالى ونكثروا الدعاء ونصلوا وندعو ربي ونصدقوا ونستغفروا ونختموا القرآن سبحانه في هذه الأيام، خاصة هذه الأيام نكثر من ختمة القرآن، ونزيد كذلك ختمة البخاري اللي كان كما فعل السلف الصالح، ونسأل الله تعالى من بعد هذا العمل الصالح اللي نديروه بعد قراءة القرآن، ختم القرآن ختم البخاري، ونجتمعوا مع الأهل وندعو ربي، يقول يا أولادي ادعوا معايا جماعة، ربي يرفع لنا البلاء ويجيب لنا الخير لبلادنا، ربي يحفظها ويحفظ من كل سوء يحفظها، وهكذا شيخ احمد يعني لعل ربي ان شاء الله الله ينور بعد. شكرا جزيلا على هذه النورينيات شيخنا واستاذنا دكتور كمال وزيدي حفظك الله. شيخنا ابو عبد السلام، خذ وخذوا حذركم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. الإنسان مطلوب منه أن يحافظ على الكليات الخمس: النفس، الدين، العقل، المال، العرض. ونجد من الكليات المهددة الآن النفس، يعني معناها حيوات الناس راهي في 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 خطر، راهي في ميزان، ولذلك يجب أن نحذر وأن نحيط هذه الأنفس بسياج من المناعة التي تقيها من انتقال العدوى إليها. وإحنا على كل حال عندنا معتقد، وهذا المعتقد هذا ينبغي أن يترسخ أن يتأكد في قلوب المؤمنين: وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الله الله الله، معناها ما كانش حاجة توقع في الحياة إلا بمشيئة الله سبحانه، بقضائه وقدره. فما دام الأمر بيد الله وبمشيئة الله، فإحنا لابد أن نعود إلى الله وأن نصحح علاقتنا بالله تعالى، نرجع إلى الله تعالى ونتوقف عن الغي ونتوقف عن الفساد ونتوقف عن الانحراف ونتوقف عن الزيغ ونتوقف عن الكذب ونتوقف عن الضلال. وتوبوا إلى الله جميعا. وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. فرب سبحانه عز وجل إذا تبنا إليه وهو يحبنا، يعني شوف يتوب عليهم ليتوبوا. سبحان. شوف يعني يبدأ من عنده باش عباده يقول له باش يتوبوا، يعني انا نغفر لك، انا اغفر لك، هيا امشي اروح. شوف يعني حب الله تعالى. فلذلك احنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول معناه: اذا بقي من الليل ثلثاه ينزل ربنا الى سماء الدنيا فينادي في خلقه: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ فنقول للمؤمنين اللي هم عندهم إيمان قوي وعندهم يقين في الله تعالى: قوموا في الثلث الأخير قبيل الفجر، قوموا صلوا ركعات وابكوا بين يدي الله تعالى، واسألوه أن يرفع عنا هذا المقت وأن يرفع عنا هذا البلاء، لأن هذا بلاء وهو ابتلاء. فلذلك احنا يجب ان نعود، ففروا الى الله، لازم الهروب لرب سبحانه عز وجل. وين تهرب؟ وين تهرب؟ سبحان لازم نرجعوا اليه. فربي سبحانه قال: حافظوا على هذه الانفس. باش تحافظ النفس نتاعك؟ تحافظها بوقايتها من كل عوامل التاثر واستقبال هذا الوباء. هذا معناها إذا كان الاختلاط والاحتكاك يتسبب في نقل العدوى، يلا نجتنب، نتباعد. مش نتباعد لأننا نكره بعضنا أبدا، نتباعد لأننا نحب بعضنا. خذوا حذركم، هذا هو من الأخذ الحذر. نتباعد إذا كان هذا الوباء يجد معناها مرعاه في تجمعات العباد حينما يكون فيه، يلا فلنفرنقع، فلنتوزع. يعني والله انا بالامس فقط شفنا يعني ظاهره هي بسيطه لكنها عندها وزن في السلوك العام للفرد الانساني. يعني الانسان يعني رئيس الدوله داخل على مراسم اجتماع رسمي، تمد يدها لتصافح احد الحاضرين، يقول لها: من فضلك يا سيده، احتياطا واخذا للحذر، احسن اننا لا نتصافح. تفهمت ذلك بكل قبول حسن وبكل ابتسامه راضيه وبكل ذلك، وصار الناس كلهم: السلام عليكم. انا عجبتني واحد من الذين قالوا: تجنبوا حتى المصافحه، تجنبوا التسليم على الخدين، تجنبوا كل هذا الامر هذا. وذيل كل ذلك، قال: ابتسامتك في وجه أخيك تغنيك عن هذه المصافحة وعن كل هذا،
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. شوف قالها سيدنا من 15 قرن، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني فليكن سلوكنا، تكون أخلاقنا نقبل لما تمد يدك والآخر ما يمدش يده، يعني ما لا يلبي طلبك، لا تعتقد أنه كبرياء. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هذا هو، ارجع بارك الله فيك. فإذا هنا معناها دق في الباب، الدق في الباب، الدق في الباب، يا ودي ما نحتاجك شيء، موديك ارجع، روح روح هو روح، وانت خالي البال من الضغائن، من الحقد، من حسابات علاج. لا، خلي سريرتك صافية، خلي قلبك نظيف، خلي روحك انك معناها كل السلوك نتاعك من بابي وخذ حذركم. الله يبارك فيك. معناها الانسان ينبغي ان يحتاط، هذا هو معناها الاحتياط واجب. الله. وربي قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، عندما اعلموا انني عندما اختلط بالناس ولا اعلم من الناس هم الاصحاء والمرضى، اذا معناها انا معرض للعدوى. الاحتياط نتاعي أنني لا أختلط. خذوا حذركم، خذوا حذركم. يعني ربي سبحانه وتعالى ليس تكبرا، حاشا، ولكن وقاية للإنسان. واحتياط. وكذلك لا نعطي لهذا الوباء فرصة الانتشار، لأن الوباء هذا راه عايش في الهواء، لكن عندما لا يجد من يدخل فيه ليسكنه خلاص يموت. إذن لا نوفر له أسباب الحياة، وهذا إن شاء الله نحفظ أنفسنا إن شاء الله، ونحفظ يعني أعراضنا، ونحفظ أموالنا، ونحفظ حياتنا لأولادنا إن شاء الله شيخ، ونروض أولادنا وندربوهم على أنه لما ما تصافحش ما هوش معناه راك متكبر عليه، ولا إذا ما صافحكش راه متكبر عليك، ولكن راه خايف عليك والله يبارك، وأنت خايف عليه. الله ينورك شيخنا، شكرا جزيلا. محمد قبل تفضل شيخ. يروى عن عمرو بن العاص أيوة. في يوم الوباء في مصر أيوة. فلما رأى التجمع يؤثر بهذا الوباء، ويعني هذا الوباء يزداد، فأمرهم أن يتفرقوا في الجبال. سبحان الله. لمدة لمدة قال لك، فلما قام حتى مات ذاك الوباء. سبحان الله. وشوفوا الناس كل سبحان، ثم نزلوا ولبس عليهم فترة معينة. الله يعطينا فقه الحياة إن شاء الله. آمين. بارك الله فيك دكتور. شيخنا أبو عبد السلام باختصار، خذوا حذركم باللغة الأمازيغية سريعا قبل أن نفتح المكالمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أي اسمع إن كني ذي العباد يخلق أغض ربي ذا ضعفة، ولاش وين يقوان ذي قنو يخلق أغض ربي أن ضعف أن ضعف، ونسعى للقوة ونسعى للجهد. ها شيلو كان يسحق رضي كوسخ صح، يعني نخاطي لو كان يسرق مط بالك يدرغ عشرة، لو كان لكن هذا الجرثومة هذه وتزر الطالع وتزر الطالع. سيدنا علي غادر يضر ربي في الناس، إنك نعجب قوينا لا يتكبر نتسان ثلاثة ثلوفة تبيني نسيت بالليم ولا شوين ضعفنا من الإنسان. سبحان، إنك شربة تقتله تشغم سوامان السوغة تغلط قبريض السلوحة تغلق في غولة من النفس السويخ نقاط مسخ صحيح، شو عشان تكبر إنك عرقة تعرجه يون وزار قلب الندم. شوف تني توقف الشبك في زورة، لو كان يون وزار أذي عطل أذي كرس أذي يعني أذي باراليزي يشل خلاص، إنك بقة تؤلمه. وين الشاهد يبغي غدا وتغرس؟ معناها ثبق حشرة من أصغر الحشرات لكنها مؤذية. هذه الحشرة عندما تؤذيك وتؤلمك وتسيل دمك توقد المصباح لبحث عنها لتقتلها، لا تجد لها أثر. حوس على روحك، حوس مني واستفطر كتشاس نصف المصباح نساتك سينق لين دا يعني هذا يدل باللي نكون ضعف من هيك خوان، هيك خوان ذا ربي سبحانه إهن إلا قنقل غربي، إلا قنقل غربي، إلا قنقل سهولي صفان
يزديقن السيد ماشي اللي كذب ان قل ربي سبحانه خاطر كيما قلت لك تشينيا وسعد اش خدمت انك اعرف انك سمني العبد اللي يطلب العبد اللوزغ في كيدات الشغ هلك كسيا الضري الى اخره انك استنجد غريق بغريق سبحان الله يعني يوم مسكينه ثاني غرق يطلب ويتني واحد يغرق يطلب غريق وين غرقنا كني روح سلكيه انا واش ديك ويتني هو الحاله اللي نكون الحاله انا قرا نضعف مره قل موقف للخطرين لا مره يفك الى قل حذر النار نقول غربي الى قل نقول غربي سولي صفال ماشي سري كذب خاطر ربي يعلم سولون قبل اد تقنيه الاول سبحان فك الى قل نقول غربي سبحانه ان تشوف ربي سبحانه زرت نكون في قلق نفوذ الحيوانات نغفوذ القاع نغفوذ نزول نطلب ربي غادي يفك الكفور علاش ايواش خاطر نعبى الذنوب نعبى السيئات بزاف لكن نبغوا ندعو اش غادي النبي صلى الله عليه وسلم انك رجل يعني غرقاز يسق الحرام يسق الحرام يسلس الحرام وغضي بالحرام ومن بعد يرفع يدير في الدفرسين قال ربي 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 يسرج ديفك ربي هي الحاجه ثم زواروث الى كان صفي من نغرق ربي سبحان الى كان نسوب ربي الى كان ان ندم وين نخدم ونسرغ ربي سبحانه ربي ذي الحنين ذي الكريم سبحان يزمن بركة سنين باللي الفيروس يعرف ربي سبحان واش كي يقعرنا في ربي لكن الى قال يقين صغرنا نكون الى قال نسعو اليقين يا ربي سبحانه ونسرو ونستوت بوكسبورتيس نفس الدير على مصراعيها ان شاء الله ربي غادي ينجو ربي ان شاء الله غادي يعاون وربي ان شاء الله غادي يحفظ مره ام كنا من الدريا النغم سمورة النغم سمورة مره المسلمين العباد مره خاطرش نكون المسلمين يعلم غ الاسلام ونكرهها راه غاس العباد ماشي المسلم ونكرهها راه اس نزعو باش تشفو ربي اس نزعو باش في منع ربي واش نزعو باش يديه ربي ان شاء الله سيد انسان يا رب شكرا جزيلا الله يجزيك بالخير شيخنا واستاذنا ابو عبد السلام شكر موصول شيخنا واستاذنا دكتور كمال بوزيدي ايها السادة على بركة الله نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات في هذا الفضاء المبارك المفتتح باذن الله باتنا ومنها اختنا خديجة مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عندي ثلاث أسئلة إذا أمكن بسم الله مرحبا الأول السؤال الأول هل يجوز كي نقرأ القرآن مثلا نقول ثواب هذه السورة أريده مثلا لفلان في قبر هل يصله هذا الثواب ثواب السورة مثلا أقول أريد ثواب هذه السورة أو الآية مثلا لشخص ميت في قبر هل يصله هذا الثواب إن شاء الله أيوة السؤال الثاني في رمضان هذا اللي فات كنت بالحمل قالت لي طبيبة ما تصوميش أسمعك تفضلي أنا شفت روحي قادرة صمت أما لا صرالي إجهاض أيوة هل علي إثم وبعدها فات رمضان شوفيت صمت الدين نتاعي عاودت زيت بالحمل عاودت أجهض للمرة الثانية من فهمت باللي الإجهاض نتاعي ماهوش من الصوم أيوة. هون سؤال واضح السؤال الثالث ألو نسمعك أخت خديجة هل تجوز الصلاة بدون جوارب واضح إن شاء الله شكرا بارك الله فيكم شكرا أستاذة خديجة ربي يبارك فيك الله يبارك فيك من باتنا إلى بويرة محمد بويرة سامحنا محمد تأخرنا عليك شوية هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية شكرا كريم هذه أرقام التواصل نسعد أن تجمع بيننا هذه الأرقام لنتعلم منكم ومما تسألون من بويرة إلى أين؟
محمد بويرة، فرنسا خديجة، أختنا خديجة من فرنسا. مرحبا بك أخت خديجة. أنا حبيت نسقسي. إيه تفضلي. لي عندي روح كما المقبرة تاع الجور. أيوا. روح المقبرة تاع الجور وفيها كما نقولوا شنيا مسلمة مدفونة تما. أيوا. أسكو كي روحي قول السلام عليكم كاع الجور ولا يروح ديريكت القبر هذا يشوفه ويرجع. واضح. سؤال قبل هذاك شويه بنتي بواحد 10 مترات ولا 11 وش به؟ بنتي شويه كما قلت مش مخالط مع الكبار. ايوه طيب وعندك سؤال ثاني؟ سيدة خديجة الله ينورك، نقصي التلفزيون لان الصدى راه يدير شويه تشويش، ربي يبارك فيك. ايوه ايوه تفضلي، عندك سؤال ثاني؟ ايوه تفضلي، مرحبا بك. وي سؤال ثاني، مثلا اللي عود رايح كما نقولوا حنايا للعمره. ايوه سامحينا أخت خديجة من فرنسا، سعداء بهذا التواصل رغم أنه فيه شوية مشوشات، ولكن نحن نسعد بكم وبجاليتنا في الخارج التي تتواصل معنا وتسأل وتتعلم. أيوة من فرنسا إلى أين؟ مرحبا بناس البيض، أختنا سعد. أختنا سعد ناس البيض. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لك وتحية للشيوخ الكرام. الله يحييك وهنيك أختنا سعاد. السؤال الأول، عندك الزر المؤذن. أيوة. تحكم لي واحد القنطة وجهي البكاء، هذا الظاهرة حصلت لي معك جريدة رحمة الله عليها. واش يصير يحكم قنوط واش كاين؟ الزر المؤذن. أيوة. يجيني القنطة وجهي البكاء، يعني زعما الظاهرة صرات لي بعد وفاة جريدة رحمة الله عليها. واضح ما شاء الله. وظل السؤال الثاني، ما هو الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم على الميت حتى يغفر الله ذنوب الميت مهما تقدم وتاخر؟ مفهوم السؤال؟ ليغفر له الله ما تقدم وما تاخر من ذنبه. والسؤال الثالث سورة الملك، وقتاش نقراها؟ نقراها كل يوم زعما الساعة شحال تكون زعما في النهار؟ وشنو هي؟ سورة الملك مختاش نقراها، زعما هي واجبة نقراها كل يوم ولا غير مرات كي نقرا؟ ايه متى اقرأ سورة الملك؟ ايوه سورة الملك. واضح ان شاء الله، واضح ما يعلم. بارك الله فيك خويا، شكرا. الله يبارك فينا وفيك ان شاء الله اخت سعاد، بارك الله فيك وتحية للناس البيض ان شاء الله. ايوه من البيض إلى أين؟ هلا سهل عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. أيوة هلا سألوا عبر الخامسة، مرحبا بكم وبانشغالاتكم. أيوة مرحبا بناس بويرة أخت سهيلة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أخويا حبيت بك نسقسي الشيخ تما، وش حكم الزوج والأم الزوج كي يخرجوا أنا كنت عروسة عندي 4 شهور من دخلت لداري وما تحملونيش كي حملتك، تعرف يا شيخ كي كيفاش الظروف، كيفاش نكون انايا كي كنت راني نتوهم من المرض نطيح والاخر، هما ولاو يعايروني ولا يقولوا له بلي انايا انا مريضه، ومن بعد يمات الزوج تاعي ما حملتنيش ولا تقول له انا هذه ما تعجبنيش خرجوني
من البيت تاعي بالخدعة غدوة من داك جاي طلقني راجلي جنب بابا قال له دار شرع بيناتنا. وش حكم هذا الشيء؟ بس أنا ما رانيش كما يقولوا راني في وضع حرج حرج جدا، راني مريضة ما كما يقولوا راني في حالة صعيبة صعيبة بزاف، وراني 4 شهور من تزوجت وراني بالحمل. الله يفتح لينا وعليك يا أخت سهيلة. الله يعيشك وكل الشيخ برك ينصحني برك. أنا ما أرفض علي قضية الطلاق وأنا ما عرفت كيفاش ندير، بكولي والدي دمروا أسرتي دمروا كلش فيا، يعني رب لا علم بيا. إن شاء الله يا أخت سهيلة شوفي تسمعي إن شاء الله الكلمات والنصح. لا يعيشك راني نتسنى برك الجواب من عندك. ان شاء الله ان شاء الله تسمعي اخت سهيله. شكرا جزيلا، ربي يفتح لينا وعليك. كمال يكفي، عندك اتصال؟ الله يبارك فيك. الاخيره رجاء، لانه قضيه سهيله هذه ماساه يا رجل. يعني تفضل، شكون عندك؟ باتنا لا اخيرا رشيدة باتنا. مرحبا بالناس باتنا اخت رشيدة، مرحبا بك. تفضلي تفضلي. الدعاء ان شاء الله كيفه؟ يرزقني رب سبحانه بحمة الاطفال. يرزقني الله اطفال يا رب. ان شاء الله بيفتح علينا وعليك وجميعا ان شاء الله. اللي راهو يسمعك الان راهو يدعي لك بالخير ان شاء الله اخت رشيده. الله يبارك فينا وفيك، الله يجازيك بالخير، مرحبا بك. واخر المتصلات كانت اخت رشيده من باتنا تطلب الدعاء لها بالاولاد. الله يرزقها ويرزقنا ويسترها ويسترنا جميعا، وعلى بركه الله نشرع في الاجابه عن الاسئله والانشغالات. هلا سالوا عبر خامسه القران الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن اسئلتكم الدينيه وانشغالاتكم الفقهيه. شيخنا كمال المفتتح باتنا ان شاء الله، ومنها اختنا خديجه تقول هل يجوز عندما اقرا القران ان انوي صوره اقول نويت اجر هذه الصوره لفلان او فلان الميت؟ هذه المساله يعني في القديم قبل القرن الرابع كان فيها خلاف بين الائمه. ايوه. منهم من يعني من ابطلها قال بمعنى ان القران لا يجوز قراءه القران على الميت، ومنهم الامام مالك ما يروى عنه. يعني كان يقول في البدايه بانه هذا يعني امر لم يثبت عندهم. وبعض الفقهاء مثل الامام الشافعي كان يحبذ يعني ختم القران حتى عند القبر، يجب ختم القران وينوي بمعنى ثوابه للميت. ولكن في القرن الرابع استقر الفقه واستقر بمعنى المعلومة استقرت أنه يجوز قراءة القرآن على الميت أو بمعنى في ظهر الميت، ويعني الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى أن يكون ثواب ما قرأته لهذه الأخت الكريمة إلى الميت. هذا بمعنى بعض مروا إجماع يعني اتفاق الأئمة كلهم بجواز قراءة القرآن وإرساله ك يعني أجر يعني كثواب إلى الميت، بمعنى تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته إلى مثلا باباها ولا أخوها ولا لنواته. وش نوات هذا؟ وربي يتقبل إن شاء الله. يا ربي بارك الله فيك شيخنا كمال. هذه المسألة كنا من أسبوع ولا أسبوعين اللي عملنا الاجتماع في البرج على الشيخ التباني. التباني رحمه الله. الله يرحمه الشيخ العربي التباني، هو كان معلما في مكة. الشيخ التباني ألف كتاب تحت عنوان مجموع 3 رسائل، وجعل هذه 3 رسائل إحدى هذه الرسائل 3 على قراءة القرآن على الأموات. وقال بأن علماء المذاهب 4 ليس الأئمة، علماء المذهب، علماء المذاهب 4 المالكية والحنابلة والشافعية والأحناف كلهم أجمعوا على جواز قراءة القرآن على الأموات. هذا اللي استقر عليه القوم. واستدلوا على ذلك لأن احنا دائما نقول لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة ولم يفعله التابعون. لكن هذه المسألة راهي ثبتت في عهد الصحابة.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي ولا لا؟ صحابي. صحابي. هو ذكرها الشيخ محمد الشارف في الفتاوى نتاعو اللي حققها له الشيخ محمد يدرسنا. ومن أحب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقال يعني أوصى بأن تقرأ عند قبره سورة الفاتحة وخواتم البقرة. سورة الفاتحة وخواتم البقرة قرآن ولا مش قرآن؟ قرآن. إذن إذا جازت الفاتحة وجازت خاتمة البقرة جاز القرآن كله. فقال يجوز. وقال بأن المذاهب الثلاثة يعني علماء المذاهب الثلاثة المالكية والحنابلة والأحناف أجازوا ذلك أينما تمت القراءة في البيت ولا في المسجد ولا في أي مكان، ونوى الإنسان ثوابا ما قرأ للميت يصله إن شاء الله. الشافعية انفردوا بحاجة، قالوا لا تصح ولا يستفيد منها الميت إلا إذا قرأت عند قبره، فهو يستفع انتفاع الحي بالسماع. يعني المهم المبدأ العام متفق عليه من علماء المذاهب. فلذلك نقول خاصة الأولاد اللي عندهم والديهم ماتوا حبوا يكرموا والديهم. كي نحن عندنا في المذهب نتاعنا يقول ما يجوز، الشيخ خليل وردها في مختصره، ما كانش حج ولا عمرة على الغير. لكن يجيك واحد يودي متشوق، باباه مات ولا يماه ماتت ولا عمته ولا جده، حبي يكرمه حبي يتقدم ليه بعمل وهو في الحرم، يعني راهو سافر وراه دار عمرته وحبي يتكرم بالعمرة على الميت نتاعه. يوجد بعض الناس يقولوا له لا 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 ما يجوز. انا نقول روح روح دير عمره، روح 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 للميقات وحرم ودير يلا ربيك العمره. الميقات شنو هو؟ تنعيم. مسجد عائشه رضي الله تعالى عنها وجيب العمره ما يكسرلوش بخاطره، وما ندخلش في علم الله، لان الذي يملك القبول وعدم القبول هو الله سبحانه. فلذلك الانسان معناها ما نغلقوش وما نضيقوش واسع وما نغلقوش البيبان على هذا الامر هذا، وربي ان شاء الله يكرم متانا ان شاء الله بالرحمه والمغفره. امين امين يا رب. طيب شيخنا ابو عبد السلام في رمضان الفائت كانت بالحمل والطبيبه منعتها من الصوم ولكنها صامت لشعورها بالقدره ثم اجهضت فقضت ما عليها ثم حملت بعد رمضان واجهضت وفهمت بعد ذلك ان اجهاضها الاول لم يكن من صيام بل كان من غيره. نعم. فهل عليها وزر؟ هذا الاستنتاج نتاعها وحدها وحدها غير كافي. المفروض لما سقط لها الحمل الأول وقد أشار عليها الطبيب بعدم الصوم وخالفته، وهذه مخالفة راهي خطأ شرعي، يعني ما لأن احنا أمرنا بالتداوي وأمرنا بطاعة الطبيب فيما يشير به. احنا كثير من الأمراض دائما عندما نسأل يسألون أصحابها ماذا يكون موقفهم من رمضان، اسأل الطبيب الذي يعالجه، ما أشار به الطبيب يفعله، ما فيش كلام. إذا قال لك الطبيب أنت طول حياتك ما تصومش، خلاص روح وكل مسكين على كل نهار. إذا قال لك أودير أنا ندوي فيك إن شاء الله ربي يشفيك، قول له ما تقلقش، ما تطعم ولا حتى شيء، انتظر حتى ربي يشفيك إن شاء الله وتقضي. هذه الأخت الكريمة لما الطبيب قال لها ما تصوميش وهي صامت وسقط الحمل، المفروض عندما سقط الحمل ترجع إلى ذات الطبيب وتخبره بما وقع وتستبين منه هل وقوع السقط هذا بسبب الصوم أم لا. الطبيب هو الذي يعرف الحقيقة، والطبيب إذا كان حاذقا ربما إذا كان حتى وإذا عرف بأن الصوم هو السبب يقول لا 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 مش السبب مش السبب قضاء وقدر وخلاص مش بيكسرش بخاطرها إلى آخره. فنقول لك أنت يا راك استنتجتي، ولكن لو أكدت هذا الاستنتاج ودعمتيه بالرجوع إلى الطبيب، فربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والطبيب من أهل الذكر في فنه. وربي وفق. الله ينورك شيخنا أبو عبد السلام حسن الله إليك. شيخ كمال أختنا خديجة تسأل هل يجوز الصلاة بلا جوارب؟ طبعا للمرأة. نعم، في هذه المسألة بعض العلماء يروا الجمهور بجوازها من غير الجوارب، وبعض العلماء يروا الجمهور بأنه لا تصح الصلاة إلا بالجوارب.
ولكن يعني هو الأفضل لو تستطيع المرأة أن لا يرى من قدمها شيء بحيث لما تدير روبها طويلة ولا يرى منها ما تحتاج إلى جورب. أيوة. وإذا كان بمعنى روب طالعة شوية طالعة على الرجلين بس تصلي بمعنى عريان تنجين حتى تلحق الكعبورة مثلا وتلبس الجورب من باب الأفضل. ولكن هل يجوز بدونهما إذا كان هابط وبانوا شوية من الرجلين هل تجوز الصلاة؟ نعم قال الفقهاء نعم تصح الصلاة من غير جورب إذا كانت بمعنى الربا هذه ولا الحجاب الطويل هذا حتى تحت ويبان شوية من الرجلين هذه قالوا بمعنى لا ضف لا ضير في ذلك إن شاء الله. يا رب ربي علمنا إن شاء الله. شكرا جزيلا شيخنا. إلى فرنسا شيخنا أبو عبد السلام ومنها سيدة خديجة وتسمح لنا السؤال الثاني ما سمعناهش مليح مسألة المقبرة هناك تدخل لها هي مقبرة لغير المسلمين تقول فيها مسلم مدفون وإن كان متجنب هل تسلم على الجميع هل تسلم عليه وحده ما أداب الدخول لهذه المقابر؟ هو ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دخل المقبرة فليسلم على ساكنها لم يحدد ولكن استنتاجا من أن المقبرة التي نزورها هي مقابر المسلمين مقابر المسلمين والمقبرة التي دفنت فيها أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها كان فيها غير المسلمين كان فيها مدفونين غير المسلمين وهل النبي صلى الله عليه وسلم يخص خديجة بالسلام عندما يزورها هذا أمر خاص فلذلك نقول إذا خصصت هذا المسلم بالتحية هذا أولى لأن مبادلة التحية بيننا وبين غير المسلمين في الحياة مش بعد الموت بعد الموت الأمر كل إنسان أفضى إلى ربه فأمره إلى الله تعالى فلا نسلم على من الحكم فيه مخلدون في النار كيف نسلم عليه هذا الكلام يعني نروح نسلم على أبي لهب الآن في قبره ربي أنزل القرآن يتلى بلعنه وبالدعاء عليه من 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 منذ نزلت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلذلك احنا نقول لها إذا استطعت أن تقتربي ممن تزورينه من المسلمين وتسلمي عليه لأن السلام فيه دعاء لأن سيدنا رسول الله علمنا الصيغة قال إذا دخلتم المقبرة قولوا السلام عليكم أهل الديار من هنا التخصيص من المسلمين والمؤمنين معنى السلام خاص بهؤلاء فلا يوجه إلى غيرهم من المسلمين والمؤمنين يغفر الله لنا ولكم هذا الدعاء لا يصح في حق غير المسلمين وأنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون أترضى لنفسك أن تلحق بالنصراني ولا باليهودي غير ممكن فلذلك أقولها لا تسلمي عليهم سلمي فقط على هذاك المسلم لأن حتى في صيغة السلام اللي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. الله يبارك فيك شيخنا شكرا جزيلا على هذا التوضيح. أختنا سعاد من البيض شيخنا دكتور كمال عندما يؤذن المؤذن تقنط وتقول أن هذا الشعور استحكم علي منذ وفاة والدتي رحمة الله عليها فبما تنصحون؟ هذه أخذت صدمة وهذه الصدمة هذه أصيبت بها عند هذا الوفاة هذه فلذلك أنا أقولها تحت القيم فهذا الشيطان اللي بها هو الذي يعني يؤرقها وهو الذي بمعنى يجعلها في هذه الحالة لأن الشيطان هو الذي لا يحب الأذى يهرب لذلك فهذا يعني أمر شيطاني وليس أمر يعني عادي ليس أمرا عاديا الله يعلم لهذا نقولها تحت القيم إن شاء الله وربي يشفيها يعني تروح تشوف راقي مؤمن راقي مؤمن يكون مخلص يعني يخاف ربي سبحانه وتعالى وما تسمعش هذوك اللي يقولها او كذا ويجيب لها داروا لك كذا ودار كل يبدا هذوك الذين يعني ينشرون يعني الفتن وهذوك يعني اذا كان الراقي يعني راقي وش ما انت راقي يعني الراقي بمعنى انه يرقب هذا النفس هذه ماشي يزيد لها طين بله لان الانسان لا كان فتان احنا نقول له الفتنه النائمه لعن الله من ايقاظها الله يبارك فيك ايه فلهذا نقول ما تسمعش الناس اللي يقول لك فلان وفلان داوي لي داوي مرحبا به واللي يقعد هذا اجتنبه كل
الله يبارك فيك شيخنا دكتور بوزيدي. شيخنا ابو عبد السلام، اختنا سعاد مبيت تقول او ان تعلموها دعاء تدعو به، او قالت كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم على الميت عفوا حتى يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. والله الادعيه على الاموات كثيره، الصيغ يعني انتهى الصيغه التي يعني اشتهر بها المصلون على الجنازة خاصة في عهد الصحابة وفي عهد التابعين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. أمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الآن اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزوله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد بالثلج والبرد. نعم. والبرد يعني من خطاياه، يعني من خطايا ونقيه من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغسله بالماء والثلج. هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعو به حتى في دعاء الاستفتاح. اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. وهناك من يقرأ هذا الدعاء وهو يصلي على ميت. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. أمين. إلى آخره. هذه كلها صيغ. اللهم أدخله الجنة وقه عذاب النار. اللهم وسع له في قبره ونور له فيه. اللهم لا تفتننا بعده ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، وهكذا. الله يبارك فيك شيخنا على هذه النصيحة. وإن شاء الله أخت سعاد يعني ما قيدته من الدعاء، وإلا عودي لإعادة البرنامج أو للبرنامج عبر اليوتيوب عبر موقع قناة القرآن الكريم، ستجدين البرنامج معادا، يمكنك أن تتتبع الأحاديث أو الدعاء و تعودين إليه. شيخنا أبو عبد السلام تقول أختنا سعاد من البيض، متى تقرأ سورة الملك؟ في أي وقت؟ سورة الملك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه، يعني النوم، يقرأ سورة الملك فإنها تجادل عن صاحبها في القبر. أيوة. إذن هنا راه محدد الزمن وعند النوم، لكن متى قرأها نفعته إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. لأن فيه واحد الأثر آخر يقول سورة فيها 30 آية جادلت عن صاحبها وجادلت عن صاحبها حتى غفر الله له، هي سورة الملك، لمن يقرأها ويداوم ويكثر من قراءتها في الليل ولا في النهار، في الصباح في العشية، يلا فالله تعالى يعني بفضلها يغفر لمن يقرأها ويداوم على قراءتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. بارك الله فيك شيخنا، أحسن الله إليك. هذه أسئلة أختنا سعاد من البيض. إلى البويرة شيخنا سهيلة، شيخنا الدكتور كبال من أختنا سهيلة. والله مأساة، مأساة يعني الرجل يربي بنته ويعطيها ثقة، ومن بعد تخرج المرأة، يخرجوني عروسة 4 شهور تقول أنهم لم يتحملوا سلوكاتها مع الوحم، وصغيرة تبدو من صوتها صغيرة كثيرا، يقول بأنهم يعايروني وأنا مريضة. ومن بعد قررت أم الزوج أن هذه البنت ما تلزمهاش، خرجوني خدعا كما قالت، وراهم في إجراءات الطلاق. الوالدين اللي ربوا وكبروا راهم يبكوا شيخنا، وتقول أنا في وضع حرج جدا، أولا حالة صعبة 4 أشهر بحمل من هذا الرجل، خاصة هذه بكاء والدية والله يا كبيرة شيخنا. نصيحة منكم شيخنا على مفرقين، نفرق الأول باعتباركم أستاذ الفقه الإسلامي ناصحا وأبا، وثانيا باعتباركم عضو مجلس الإسلام، لأنه والله من يعني كبير أنك تزوج بنتك بعد 4 أشهر ترجع هكذا وترمى لك بأسباب واهية. من كيف ستعلموننا من هذه الوضعية شيخنا كمال؟ لا إله إلا الله، وما أكثرها في الوقت وما فيه. أنا أولا أختي الكريمة نصبروها، قل عليك بالصبر وعليك بالدعاء ادعموا لنا باش يحاول باش يعاود يرجعك الى زوجك، اذا كنت انت بمعنى الزوج هذا رجل صالح
ولكنه ليس بأمره الأمر. وهذا اللي كنا نقوله دائما، الذي يعني بيخسر ويفرق إذا تدخل دائما الطرف الثالث. الطرف الثالث هو اللي خسر دائما، يعني بين الزوج والزوجة، سواء الأم ولا الأخت ولا بنت الأخت ولا الخالة، المهم الطرف الثالث إذا دخل بين الزوجين المفروض أنه يعزز هذه العلاقة الزوجية، فإذا به تجده هو الذي يعني يفرق بين هذا الزوج، هذا الرجل وهذه المرأة، وغالبا غالبا ظلما وعدوانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. غالبا ظلما وعدوانا، تجد أن هذه البنت يعني في الحقيقة كانت ما شاء الله في بداية الأمر، يخي الأم عجبتها وشافتها وشافت الوالدين وعجبوها ما شاء الله، وجابتها لوليدها ودارت عرس كبير وفرحت بها. والآن شوف شو تقول الآن. الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. حان موعد أذان صلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. آمين يا رب العالمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. تقبل الله صلاة الجميع شيخنا. شكرا. فقلنا إذن يعني الوقت الكريم عليها بالصبر، هذا قدرها وقضاؤها، هذا رب العالمين. ولكن نقول يعني تصلي بالليل، تدعي رب سبحانه وتعالى باش يعني يحاول يجمعها بين زوجها إذا كان صالحا. أما هذه الأم اللي فرقت بين وليدها وبين هذا، أول حاجة هي تعرف الحمل وتعرف الوحم وتعرف اختلاف يعني سيرة المرأة قبل الحمل وبعد الحمل، سبحان الله. فهذا المفروض هذا الحمل هذا المرأة يفرحوا به ويحافظوا عليه ويتفهموه والزوج نفس الشيء المفروض يماه تفهموا. قال وليد المرأة كي تكون حامل ما تديرش عليها، أو يجي واحد يحم وتتغير في السلوك تاعها، حاول كيف تصبر عليها وتحملها. فإذا بك أنها تجاهلت، المرأة هذه كأنها تجاهلت هذه بين أن وش تقول أحمد؟
ماناش عارفين احنا ما سمعناش الطرف الاخر، انا نسمع غير في الطرف هذا. ايه يعني المفروض تعرف ومرت عليها العجوزة مرت على الحمل هذا وتعرف ان بناتها نفس الشيء مروا على الحمل هذا، كيف يتغيروا النساء بعد الحمل. ولكن للاسف يعني المفروض ان هذه العجوزة ترد هذه بنتها حتى وان فيها عوجاج حتى وان فيها كذا، يعني اليست يعني بانها امرأة وبنت صغيرة وهذه مسكينة جاية للحياة بداية الزوجية، أليس يعني من أشدر والأولى أنها تربيها تعلمها تقول بنتي لا لا ما زالك صغيرة ماشي هكذا هاو كيف هتدير هكي بنتي هاو كيف هتدير لا لا ماشي هكذا إلى غيره. حتى شحال كم يعني من زوجة لما كانت في بداية الزوجة قالت لما كبرت باش عرفت، قلت ما كنتش نعرف أنا في البيت ما نعرفش هذا، لما كبرت باش عرفت وتعقلت وليت. فلهذا احنا نقولوا يعني إذا كانت هذه الأم هذه يعني فرقت بين وليدها وبين هذا يعني ظلم وعدوانة ولا غير اللي انتظري غضب رب العالمين، لأن اللي يفرق بين الزوج والزوجة إلا الشيطان. أعوذ بالله. إيه هو اللي يفرق يعني يفرق بين الزوج والزوجة إلا الشيطان، لأن لما ربي سبحانه ذكر السحر ذكر الزوج والزوجة. الزوج والزوجة هما بمعنى هذا الشياطين. يفرق بين المرء وزوجه. إيه إلا الشيطان. فلهذا نقول إذا كان هذه المرأة هذه العجوزة فرقتها من أجل حاجة ما كانش، وهي تشوف حاجة كبيرة وهي حاجة ما كانش باش تفرح عن وليدها، وهذا كذلك من مساوئ يعني نعيش في العائلة لما تجي زوجي مع زوجته من بين المساوئ هذه هي، لما يدخل الطرف الثالث معناتها عايشة معها ما ترضاش بيها اللي تديرها ماشي هذه. فلهذا نقول والغيرة يعني هذا هو الغيرة والحسد للأسف، هي ذلك دات لوليدي انت كانت كديتي زوجي كانوا شو نقول لا حول ولا قوة مريتي عليها ربي يهدي الجميع الله يجمعش منها مسكين. أمين يا رب. شكرا جزيلا شيخنا أحسن الله إليك إجابة على أختنا سهيلة من بويرة. شيخنا أبو عبد السلام تقريبا بقينا ثواني، والأخت رشيدة من باتنا الدعاء ربي إن شاء الله يرزقها أطفال ربي يفتح عليها أمين إن شاء الله وعلى جميع المسلمات. شكرا جزيلا لشيخنا إن شاء الله. أمين أبلا. شكرا لشيخنا أبو عبد السلام، شكرا لشيخنا الدكتور كمال وزيدي، الشكر لكم أيها السادة على الوفاة. تحيات الفريق التقني العامل اللحظة بالخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر بقيادة عبد الكريم عزوز إخراجا، نلقاكم بخير وعلى خير في فرص مقبلة. السلام عليكم.